ستوديو مباشرة لدوازتي. غادي اقترح عليكم اليوم كيكات صغار مالحين. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو هاد الكيكات صغار مالحين. ربما يعني المقادير شوية طويلة ولكن راهم بسط بزاف. غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، واحد بصلة كبيرة محكوكة، 100 غرام ديال الزبدة مذوبة، شوية ديال المعدنوس، 4 الخمارات ديال الحلوة، قبيصة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال المطارد، نص كاس ديال الزيت الرومية، زلافة صغيرة ديال الزيتون خضر مقطع طريفات صغار، زلافة صغيرة ديال الفرماج حمر مقطع حتى هو طريفات صغار، شوية ديال زعترة محكوكة، كاس ديال الحليب سائل، زلافة متوسطة ديال الكاشر محكوك. غادي نحتاجو كذلك شوية ديال الهريسة أو الشونية الحارة، شوية ديال الإبزار والكمون، الدقيق الكافي باش نجمعو هاد الخليط. وغادي نحتاجو في آخر مرحلة يعني زلافة صغيرة ديال الزيتون كحل مقطع لطريفات صغار. فهادو هما المقادير. غادي نعاود، قلنا باش نوجدو كيكات صغار مالحين غادي نحتاجو 6 البيضات، بصلة كبيرة محكوكة، 100 غرام ديال الزبدة مذوبة، شوية ديال المعدنوس، 4 الخمارات ديال الحلوة، قبيصة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال المطارد، نص كاس ديال الزيت الرومية، زلافة صغيرة ديال الزيتون خضر مقطع لطريفات صغار، زلافة صغيرة كذلك ديال الفرماج حمر مقطع لطريفات صغار، شوية ديال زعترة محكوكة، نغلبوا شوية زعترة محكوكة لأنه كتجي لذيذة وكتنسم هاد الكيكات، وكاس ديال الحليب سائل، وزلافة متوسطة ديال الكاشير محكوك في الحكاكة الغليظة، وشوية ديال الإبزار، شوية ديال الهريسة أولا ممكن نعوضوها بالشونية الحارة، وزلافة صغيرة ديال الزيتون كحل مقطع للدوائر رقيقة، والدقيق اللي غادي يكفانا. فبالنسبة للطريقة سهلة بزاف. غادي ناخذوا واحد الإناء اللي غارق شوية باش يهز لينا هاد المقادير كلها. غادي نديروا فيها 6 ديال البيضات، بصلة كبيرة محكوكة، نديروا ديك 100 غرام ديال الزبدة مذوبة، نضيفوا شوية ديال المعدنوس، قبيصة ديال الملحة، غادي نضيفوا المطارد معلقة كبيرة، نضيفوا كذلك نص كاس ديال الزيت الرومية، ونبداو نضيفوا زلافة صغيرة ديال الزيتون خضر مقطع لطريفات صغار، وزعترة، البزار، الهريسة أولا الشونية الحارة، وشوية ديال الكمون، غادي نضيفوا كذلك زلافة ديال الكاشير محكوك في الحكاكة الغليظة، ودوك زلافة صغيرة ديال طريفات ديال الفرماج حمر مقطع لطريفات صغار، ونضيفوا كاس ديال الحليب سائل. غادي يبقى لينا غير الخمارات، 4 الخمارات مع الدقيق اللي غادي يكفانا مع الزيتون كحل، غادي نخليه في المرحله الاخرى بالنسبه للزيتون غير باش ما يكحلش لينا هذاك الخليط ديال الكيك. غادي نخلطوا هذه المقادير كلها، يعني حتى تخلط لينا 6 البيضات مع بصله كبيره محكوكه، مع 100 غرام ديال الزبده مذوبه، مع شويه ديال المعدنوس، مع قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال المطارد، نص كاس ديال الزيت الروميه، زلافه صغيره ديال الزيتون خضر مقطع طريفات صغار، شويه ديال الزعتره محكوكه، والابزار، والهريسه ولا الشونيه الحاره، وشويه ديال الكمون، ونضيفوا زلافه ديال الكاشير محكوك في الحكاكه الغليظه، وزلافه ديال الفرماج حمر مقطع لطريفات صغار، وكاس ديال الحليب سائل. هادو هما المقادير. نخلطوهم مزيان سواء بيدينا ولا بسباتول. ملي تخلطوا مزيان عاد كنضيفوا الدقيق اللي غادي تكفانا. غادي نبداو نضيفوا الطحين تدريجيا باش يعني نحاولوا اننا هاد الخليط ما كيجيش بحال الكيك، يعني ما تيكونش ثقيل بزاف وما تيكونش خفيف بزاف، يعني بين وبين يكون متوسط هذا الخليط. نبداو نضيفوا الطحين تدريجيا مع دوك 4 الخمارات ديال الحلوه، وثم غادي نزيدو نعقدو بهذوك زلافه صغيره ديال الزيتون اسود مقطع لطريفات صغار. بالنسبه للزيتون لكم الاختيار، اما نديرو الزيتون الخضر في الخليط فقط، ممكن اننا نديرو الزيتون الخضر في الخليط وعاد في المرحله الاخرى اللي تيبغي الزيتون كحل يضيف هاد زلافه صغيره ديال الزيتون كحل، ولكن في اخر مرحله حتى نخلطوا هذاك الطحين مع 4 الخمارات ديال الحلوه، ونبداو نضيفوا شويه بشويه شويه بشويه، عاد غادي نخليو الكميه اللي غادي نضيفو ديال الزيتون، لانه حتى الزيتون اللي غادي نضيفو الخليط يعني غادي يعقدوا لينا شويه. ملي كنخلطوا هاد المقادير كلها فغادي نحصلوا على واحد العجين اللي هو ما ثقيلش بزاف وفي نفس الوقت ما خفيفش بزاف، يعني بين وبين. ثم غادي ناخذوا هذوك المولات الفرديين، كيجي احسن من نديرو في مول يعني اللي هو كبير. غادي ناخذوا هذوك لي مول الفرديين ديال الكيك، القوالب الفرديه ديال الكيك، ندهنوها مزيان بالزبده، يعني ندهنوا المول كله بالزبده مزيان، ونرشوا بالدقيق، وغادي نديروا كميه من هذا الخليط ديال الكيك مالح بالكاشير والفرماج والزيتون ومنسم الزعتره والمعدنوس. ملي كنديروا هذا الخليط فاحنا غادي ندخلوه الفران، الفران يكون سخون من قبل، وكندخلوه حتى كيطيب ويتحمر. الا سخنا الفران من قبل فما كتحتاجش لنا الوقت في الطياب بزاف، ومن بعد ملي كنخرجوها
فكيبقى الاختيار ديالكم التزيين، ملي كنخرجوها كنقلبوها باش كنحيدوها من القوالب ديالها. وفي طبق التقديم غادي ناخذوا كل قالب، كل كيكه صغيره مالحه، غادي نديروا فيها واحد شويه ديال المايونيز مع الكيتشوب، يعني ناخذ واحد زليفه صغيره نديروا فيها واحد المعلقه ديال المايونيز مع معلقه ديال الكيتشوب، يتخلطوا مزيان صوص كوكتيل، يعني ملي كتخلط الكيتشوب مع المايونيز. وغادي ناخذوا غير كميه منه وغادي نديروها في الوسط ديال هاد الكيك صغار مالحين، وغادي ناخذوا هذاك الفرماج مربع ديال الساندويتش مع الكاشير، وناخذوا المرشم اللي عندنا على شكل وريدات ولا باشكال مختلفه، غادي نشكلوا منه الشكل اللي بغينا. مثلا بغينا نديروا وريده، نديروا ورده كبيره ديال الكاشير وصغر منها بالطابع اللي صغر منها وريده بالفرماج، ومن بعد كنثبتوا هذيك الوريده من الفرماج، غادي نثبتوها لصقوها بهذاك المايونيز والكاتشوب، ونديروا فوق منها وريده صغيره ديال الكاشير كنوع من التزيين، وممكن نديروا واحد الوريده ديال المعدنوس من الفوق. وبالصحه والراحه.